نتكلم دلوقتي عن الايه، عن الفقرة. الفقرة ما هي إلا عدة جمل يربطها معنى واحد، يربطها فكرة واحدة، هي دي الفقرة. فمجموعة الجمل دي برضو لها تنسيق، هو ده اللي هنتعلمه في الدرس ده. ايه هو التنسيقات اللي ممكن نغيرها؟ ممكن نغير ايه في الفقرة؟ ممكن نغير حاجة اسمها محاذاة الفقرة، اتجاه الفقرة، المسافة البادئة، البعد من كل فقرة وأخرى، وتباعد الأسطر. طبعا دي حاجة حاجة هناخدها، لذلك ايه، خلينا ناخد اللي نقدر عليه في الدرس الأولاني اللي هو محاذاة الفقرة واتجاه الفقرة، ونبتدي نتكلم عنه. تعالوا نشوف ايه محاذاة الفقرة. طبعا الكلام اللي قدامكم حاليا ده ملوش معنى، بس كلام، بس بيدي شكل الكلام، فما تهتموش باللي قدامكم ده، عشان بس اديكم امثله. هكذا بتكون الفقره كشكل. ايه هو محاذاه الفقره؟ محاذاه الفقره الجماعه بتوع الجيش وبتوع الشرطه يعرفوها كويس جدا، اللي هي ايه. احنا قلنا ان حاليا الفقره دي عباره عن جمل مع بعضها جنب بعضها، والجمل دي زي ما انتم شايفين اسطر. فالمحاذاه بتقول ان جميع الاسطر تكون على خط واحد من ناحيه يسار، يبقى محاذاة إلى اليسار زي ما انتوا شايفين. ده خط انا عامله لكم بس عشان تتأكدوا، الخط ده شايفينه على خط واحد كله مع من ناحية اليسار. شايفين اللي فوق ده عبارة عن الهامش الايه، الهامش الايسر، الجزء ده كله هامش ايسر وكله على خط واحد زي ما انتوا شايفين. طب هل في محاذاة إلى اليمين؟ طبعا في محاذاة إلى اليمين. نعملها ازاي؟ في أي مكان عندك في أي مكان تختار الفقرة ازاي؟ يا إما تختار الكل بتلاتة كليك، يا اما بس يكون الايه، يكون عندك داخل الفقرة بس الكرسر، الكرسر ده داخل الفقرة دي، وتروح ضغط على محاذاة الى اليمين اللي انتوا شايفينها دي، وتخيل معايا ايه اللي هيحصل. كل اللاينز او الخطوط هتكون على سطر واحد، على لاين واحد، على خط واحد ناحية اليمين زي ما انتوا شايفينها، وناحية الشمال لا، مش على خط واحد. لو ضغطت تاني على الشمال كل السطور هتبقى على خط واحدة من الشمال. طيب في ايه تاني؟ في الوسط. ايه يعني ايه الوسط؟ الوسط معناه ان كل الاسطر محورها واحد، نصها واحد. يعني تخيل مثلا ان احنا عندنا مثلا واحدة زي دي مثلا، ادي هو، ناخد سطر زي ده، اوكي، ونعمل تقريبا النص، هتلاقي تقريبا كل الاسطر في نص السطر. يعني الناحية دي قد الناحية دي، حتى تحت شوف دي قد دي، هتلاقي هنا مثلا سطرين، هنا سطرين، يعني تقريبا النص يبقى كده. هو تقريبا اوكي اهو، ده نص الكلام، ده نص الكلام، الناحية دي قد الناحية دي في كل الناحية دي. فدي معناه ايه؟ توسيط. يعني ايه؟ كل الاسطر النص بتاعها مركزها محورها واحد. دلوقتي بعد ما عرفنا ايه الناحية اليسار وايه الناحية اليمين وايه التوسيط، عايزين نسأل، مفيش طريقة كده تخلي شكل الكلام حلو، ان تحاذي من اليمين وتحاذي من اليسار في وقت واحد؟ يعني ايه؟ يعني كل اسطر ناحية اليسار تبقى على خط واحد، وكل اسطر ناحية اليمين تبقى على خط واحد، حتى يبقى شكلها حلو. قال لك فيه اللي هي ايه؟ الضبط. شايفين دي؟ دي اسمها ضبط. فنضغط على ضبط، هتلاقي احنا هنضغط على ضبط هنا، لا نضغط على ضبط واحنا فين؟ في الفقرة اللي تحت. نضغط على ضبط، ايه اللي هيحصل؟ ناحية اليمين زي ناحية اليسار. بس كده، بس كده، هم دول الأربع خيارات اللي قدامنا في عملية المحاذاة فقط، يا إما ناحية اليسار، يا إما ناحية اليمين، يا إما في الوسط، يا إما ضبط. متأكد الضبط له 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 يعني له ازيد، لكن الضبط عامه معناه ايه؟ من اليمين على خط واحد ومن اليسار على خط واحد. تعالوا نشوف الضبط له ازيد يعني ايه. قال لك تعالوا نشوف الطريقه احنا عرفنا طريقه واحده اللي هي عن طريق الايه، او طريق شريط ادوات التنسيق، محاذاه الى اليسار الى اليمين توسيط وهكذا. عندنا طريقه ثانيه اسمها تنسيق فقره، تنسيق فقره، ونضغط عليها. انت فين دلوقتي؟ موجود هنا؟ انا موجود، نعم، في الفقره. تعالوا نشوف هنا، نضغط عليه الى اليسار، اهي الى اليسار، نقول له موافق عشان نشوف. اوكي، نفس الشيء تنسيق، نقول فقره الى اليمين بسرعه عشان الوقت. اوكي، وتعالوا نشوف تنسيق فقره، ونقول له توسيط، ادي توسيط زي ما احنا عارفين، ونقول له تنسيق، نقول له ضبط فقره، نقول له ضبط، ادي ضبط مضبوطه، يعني نقول له موافق. الله، في حاجة تانية أنا شفت، نعم،
الباقي ده يا جماعة سواء مضبوطة كشيدة صغيرة كشيدة متوسطة كشيدة كبيرة كلهم يعتبروا ضبط. معناها ايه؟ من اليمين ومن اليسار هيطلعوا زي بعض. تعالوا نشوف امال ايه الفرق بينهم. انا عايزكم تلاحظوا الفروق بين كل كلمة اخرى، شايفين الفرق قد ايه بين كل الكلام عامة واخر، وشوف هذه مضبوطة لو عملتها كشيدة صغيرة ايه اللي هيحصل، هل هي هي هتكون ولا لا. تعالوا نشوف، موافق؟ مش ملاحظين انها كبرت الفروق؟ نفس الشيء تنسيق، ونقول له فقرة ونقول له كشيدة متوسطة كبرت شوية، وهكذا كشيدة كبيرة. اوكي، الفقرة نقول له كشيدة كبيرة هتلاقي كبرت اكتر واكتر، نقول له موافق شايف. فان هي عامة كل دول يعتبروا ضبط، ولكن ايه نخليها مضبوطة حاليا عشان شكلها معقول. كل الكشيدة صغيرة كبيرة متوسطة او مضبوطة كلهم كانوا يمين على خط واحد ويسار على خط واحد. الجماعة المحترفين اللي دايما نقول عليهم محترفين كتابة على الوورد، فبيستخدموا كتير بالايه الكيبورد، يستخدموا ايه بقى؟ تعالوا نشوف اقول لكم ايه. طيب ناحية الشمال بالانجليزي معلها ليفت، صح؟ هل لو ضغطت على ليفت هتكتب لي ال، لكن لو ضغطت كنترول مع ليفت اللي هو شمال كله هيجي ناحية اليسار زي ما انتم شايفين، محاذاة الى اليسار. طب والى اليمين؟ لا مش مظبوطة. طب لو عايزينها الى اليمين كنترول مع حرف الار اللي هو رايت. طب لو عايزينها وسط كنترول دي غير شوية مع الاي عشان تجيبها وسط. طب لو عايزينها بقى جاستيفاي، اقصد يعني جاستيفاي معناها ايه؟ مضبوطه من ناحيتين، تقول له كنترول مع الجي، يبقى باعتدال من ناحيتين، من الناحيه دي ومن الناحيه دي. عرفنا ازاي نستخدم الكيبورد؟ طيب نعرف تاني حاجه ايه اتجاه الفقره. اتجاه الفقره اتجاه الكتابه، بتكتب من الشمال يمين ولا اليمين الشمال؟ تفرق ايه معايا؟ اقول لك تفرق معايا. حاليا لو جينا استخدمنا الكيبورد، اوكي، لما تكون انت في سطر من اسطر ده، اوكي اول كلمه في السطر اللي هي ايه؟ لوريم ده. فلو رحنا الهوم هيجيب لنا من اول السطر، لو رحنا اند يبقى ده اخر السطر، يبقى البدايه ايه؟ هنا اهو، والنهايه ايه؟ هنا اهو. ماشي الحال؟ ماشي الحال. ولو جينا هنا زي ما شفت ادي في اي مكان في الخط، لو قلت له بقى ايه؟ انا عايز اتجه الى الامام، دي معناها الى الامام، مش معناها يمين، ده معناها الى الامام، ادي الى الامام. اتجه الى الخلف، ادي الى الخلف. اوكي. طب لو كان اتجاه الفقرة عكس كده، احنا اتجاه الفقرة زي ما انا قلت لكم ايه؟ من الشمال إلى اليمين، ما هو ماشي اهو، وقلنا له هوم جه هنا معناه الأول، والإند معناه هنا الآخر، يبقى ده الشمال اليسار إلى اليمين. لو غيرت الفقرة وقلت له لو سمحت خلينا الفقرة اتجاهها من اليمين إلى اليسار، إيه اللي هيحصل؟ كل حاجة هتختلف. إزاي هتختلف؟ البداية دلوقتي هنا دي، تخيل، والنهاية دي، لأن من اليمين إلى اليسار. خلاص؟ لذلك خلاص لو قلنا هوم دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ هوم هتوديك اول السطر ده، اند هتوديك اخر السطر ده. طب وده مش ده الى الامام؟ شوف الى الامام هينزل هيمشي ازاي؟ ده الى الامام، ده الى الخلف يا اخي، مع انه الى الامام وده الى الخلف. يبقى اذا الموضوع التنسيق واتجاه الفقره بيحدد ان فين بداية السطر وفين نهاية السطر، اتجاه الامام اتجاه الخلف، الباك سبيس والايه والديليت هيشتغلوا ازاي. تعلمنا في الـ في الـ في الـ في الدرس ده حاجتين. اول حاجة محاذاة الفقرة. محاذاة الفقرة يعني كل الخطوط مساوية لبعضها او بادية على خط واحد من الشمال او اليسار، يبقى محاذاة اليسار اذا كانت الخطوط بادية الى ادي الى اليسار ولكن اليمين مش بادية مع بعض، ولا الى اليمين وهيبقى الى اليمين كله مع بعض ولكن يسار مش مع بعض، ولا في الوسط ان يكون محورهم في الوسط السطر كده وكلهم متوسطين جوه السطر، ولا ضبط معناها يمين وشمال زي بعض. ها يمين وشمال زي بعض. فبعد كده اتكلمنا عن اتجاه الفقره، وقلنا اتجاه الفقره بتبين فين بدايه السطر وفين نهايه السطر. ونلتقي مع بعض في الدرس القادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله.